فوق وشرق من العيار الثقيل، من الفقراء، من المساكين، من العوائل المتعففة. وزارة التجارة ضاقت لها وجبتين، احنا على اساس نستلم 12 وجبة احنا استلمنا بس 10، التاسع وال11 انباقن مال 40 مليون مواطن مسكين مظلوم. سرقة على الملأ تنفذها وزارة التجارة في العراق للحصة التموينية الشهرية للعراقيين تزامنا مع الارتفاع المضطرد بأسعار السلع الغذائية، فعوضا عن مساعدة الفقراء والكادحين ومحدودي الدخل والحد من آثار انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، تسرق السلطات منهم حصة شهرين، ناهيك عن سوء جودة المواد الموزعة ضمن مفردات البطاقة التموينية. حكومة الله لا يوفقني، لم يكفها فشل وفساد وزارة التجارة الحالية، بل وقفت موقف المتفرج من تقلص عدد المواد الغذائية في البطاقة التموينية التي كانت تصل كل بيت عراقي شهريا وتكفي أو تزيد عن حاجة العائلة العراقية، في وقت كانت البلاد ترزح تحت وطأة حصار اقتصادي خانق في التسعينات. الوجبة مال 24 شهر واحد ب 15000 دينار يبيعوها على حقهم، لان سيال يخبزوا المخابز وبيوتنا يشيلوا يدبوا، قام يشتروا المعارف للحيوان، يعني العراقي حاله حال الحيوان. هاي كرامه الحكومه السيد السوداني ووزير التجاره المحترم. وبعد الاحتلال لم يعد مستغربا أن يتداول العراقيون صورا لرداءة المواد الغذائية الموزعة عليهم والتي تستوردها حكومة الإطار من أسوأ المناشئ والتي لا تصلح للاستهلاك البشري ولا أن تكون في أحسن الأحوال علفا للحيوانات، دون أن تخجل الحكومة من امتعاض العراقيين وسخطهم من فشلها. هذا الطحين مال الشهر التاسع 2023، شهر العاشر والدعش والثناعش ما أدري ينطونا إياه، لو هم يغلسون عنا. فشل تلو فشل يفجع به العراقيون في زمن أحزاب السلطة والحكومات المتعاقبة ذات الميزانيات الانفجارية. فبعد أول أسبوع من العام 2024 تصل الحصة التموينية لشهر أيلول من العام 2023، فأي عامل للإنجازات يتحدث عنه السوداني وقد ابتدأ بفشل وفساد واضحين؟